ألف ألف مبروك لفريق السلة النهاردة اللي قدم مباراة عظيمة جدا أمام واحد من أهم وأكبر المنافسين في عالم السلة، لا في عالم الرياضة عموما، نادي الاتحاد سيد البلد في اسكندرية، بيحب أو جمهوره دايما في كرة السلة شايف أن الاتحاد مختلف، وبالفعل هو الاتحاد فريق مختلف، فريق كبير عنده مجموعة رائعة من اللاعبين، عنده رئيس نادي. الحقيقة أكتر حاجة لفتت نظري هو الأستاذ محمد مصلحي لما نزل بعد المباراة ووقف مع فرقته، مغلوبين طبعا من النادي الأهلي، ولكن نزل معاهم ووقف معاهم وقال لهم، واضح يعني الكلام أنا معرفش، لكن واضح أنه بيقول لهم لازم نلعب المباراة اللي جاية ونبقى أفضل. هذه هي الرياضة بالمناسبة، أن تكون العلاقات دائما محترمة ما بيننا وما بين كل الأندية، وما بيننا وما بين كل الأندية الكبيرة والمحترمة، هو ده دايما اللي بنسعى عليه، وهي دي دايما سياسة النادي الأهلي. عشان كده دايما هتكلم عن الترجي مثلا بشكل رائع، لما اجي اتكلم عن نادي الاتحاد فريق كبير فريق عظيم، فلازم اتكلم عنه بمنتهى الاحترام وبمنتهى الحب كمان. انا بحب نادي الاتحاد السكندري، مش انا لوحدي، معظم جمهور النادي الاهلي بيحب نادي الاتحاد السكندري، وعلاقه النادي الاهلي بكل الانديه الشعبيه وغير الشعبيه هي الحقيقه بتبقى دايما علاقه رائعه جدا. افتكروا لما راح النادي الاهلي لعب في اسوان، كيف كانت المقابله الجمهور نادي اسوان او جمهور اسوان الحبيبه للاعبتهم ولاعيبه النادي الاهلي. افتكروا الكلام ده عشان تعرفوا مدى حب النادي الاهلي او الناس للنادي الاهلي، وقد ايه ان لاعيبه النادي الاهلي دي بتحاول دايما انها تعمل كل حاجه كويسه عشان خاطر جمهورها. فالحقيقه مباراه صعبه جدا جدا امام منافس قوي، هي اولى المباريات اللي استطاع النادي الاهلي ان يفوز فيها النهارده 69-62. الواحد الحقيقه بقى بيستمتع بمباريات السله بتاعت النادي الاهلي، حاجه كده بتعلي لك الادرينالين بتاعك، بقيت عارف ان مهما كانت النتيجه راحت وجت، بس الاهلي ممكن يتفوق في اي وقت. كل اللعيبه النهارده مع مديرهم الفني اوجاستي بوش والمحترف تومسون، الحقيقه اللي انا بشوف ان هو النهارده له الفضل الاول والاكبر في فوز النادي الاهلي، عامل ماتش كبير جدا جدا جدا، ولكن احنا كل ده بنتكلم في مباراه واحده او فوز في مباراه واحده من سلسله مباريات، خمس مباريات البيست اوف 3 بيست اوف 5، اللي هيكسب ثلاث مباريات هيصل او هياخد البطوله. فلسه مش عارفين المباراه اللي جايه بكره ان شاء الله ايه اللي هيحصل فيها. لو النادي الاهلي كسب هيبقى لنا مباراه واحده، لو لا قدر الله حصل حاجه تانية هنخش بقى لسه بنشوف الثانيه والثالثه ونشوف اللي هيحصل ايه خلال الفتره اللي جايه، ولكن هي بدايه جيده جدا جدا للاعيبه النادي الاهلي ولسله النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم الحقيقه السنه دي النتيجه 15-4. هتقولي نتيجه ايه اللي 15-4 دي؟ هقول لك ان النادي الاهلي في العاب الصالات لغايه دلوقتي احنا لعبنا 19 بطوله، النادي الاهلي هو الأول، هو الفائز ب 15 بطولة، اللي بعدنا أعتقد الزمالك بأربع بطولات. يعني أنت 15، اللي بعدك الزمالك أربعة. فبالتالي أنا معرفش، كل شوية بتكلم في هذا الأمر لأنه أنا الحقيقة ما ببقاش عارف هو ليه الناس بتبقى كده؟ ليه الناس بتبقى بس على رأي اللي قال بقى، قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه هم لما بيجوا يكسبوا بطوله واحده من اي من 20 بطوله، لما اكسب بطوله واحده بتبقى الموضوع كبير قوي. يا نهار ابيض، احنا بالنسبه لنا ال 15 بطوله دي، لا احنا عايزين ال 20 بطوله، عايزين ال 19 بطوله ناخدهم كلهم، عايزين بطوله السله دي ناخدها، وبطوله السله اللي جايه ناخدها، وبطوله الطايره اللي جايه ناخدها، واليد اللي جايه ناخدها. هو ده اللي احنا عايزينه دائما، وهنعمل هذا هو قدر لعيبه النادي الاهلي او اللي عايز يلعب في النادي الاهلي يجب ان يفكر بهذا الشكل، لان عندك جمهور يحرك الصخر، لو في صخر جمهور ده، لو الصخر ده هو اللي بيلعب، الجمهور ده يقدر يحرك الصخر.